بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله نبتدي مجموعه المحاضرات الخاصه بالكورس. محاضره النهارده ان شاء الله هنتناول فيها random variable and its probability distribution. طبعا احنا في الجزء الاولاني تكلمنا عن ال probability, وفي دلوقتي هنبتدي بال concept of random variable, وهنتكلم عن بعض الخصائص المتصله بالراندم فاريبل. علشان نتعامل مع الظاهره اللي احنا بندرسها, طبعا مع الظواهر الكثيره المتعدده بالانواع بتاعتها, وجد ان احنا لما ندخل الكونسبت اوف راندم فاريبل وعلاقته بالبروبابيلتي ديستريبيوشن, ده يكون بشكل ابسط, وده هيكون يدخلنا لموضوع جديد اللي هو الكونسبت اوف probability ديستريبيوشن. هو يعني من حيث المفهوم مش بعيد قوي عن الجزء بتاع الاناليسيز اوف داتا, ان احنا نعمل فريكوينس تيبل ونطلع منه بالديستريبيوشن اوف داتا. يعني انت عندك الداتا, يهمك ايه التوزيع بتاعها شكله ايه. طيب ايه علاقه الراندوم فاريبل بال الجزء الاولاني في البروبابيلتي او الديستريبيوشن اوف داتا؟ ببساطه كده, ان انا دايما في اي اكسبيرمنت انا بتبقى دايما انترستد ب تغير حاجه معينه, هي دي اللي بنسميها الراندوم فاريبل. طب ايه علاقته؟ احنا كنا قبل كده دايما لاي اكسبيرمنت بحط ستيبس كده, ما هو السامبل سبيس, ومن السامبل سبيس ببدا احدد الايفنت اللي هو الحاجه اللي انا انترستد بيها جوه السامبل سبيس, وبعدين بعد كده ابدا ادرس وجود هذه الظاهره بالنسب بتاعتها اللي هي البروبابيلتي جوه السامبل سبيس ده. طب هل يمكن التعبير عن الاكسبيرمنت ديت باسلوب اخر؟ واقدر ان انا اشوف شكل كده يعبر عن هذه الظاهره اللي انا بدرسها ديت؟ عن طريق ايه؟ اللي هو الكونسبت اوف راندوم فاريبل, او اللي انا بشوف راندوم فاريبل بيصف هذه الظاهره. وصف الظاهره ديت ببساطه كده عن طريق, هنقول بقى يوزنج ذا راندوم فاريبل ازاي ان انا اكون البروبابيلتي ديستريبيوشن اوف ذا راندوم فاريبل. طب احنا عندنا دلوقتي مرحلتين, المرحله الاولى ازاي اعرف الراندوم فاريبل ده, تاني حاجه اتاكد ان فعلا قدرت ان انا اوجد له probability distribution. طيب هو ببساطه كده بيعمل ايه؟ الراندوم فاريبل اللي انا بعرفه ده بيحول كل element في السامبل سبيس الى real number. طب احنا كلنا عارفين ان الراندوم فاريبل اللي ممكن يقابلني نوع من اثنين, اما ان يكون discrete random variable, واحنا الكونسيبت بتاع discrete random variable هو عباره عن ايه؟ ان الراندوم فاريبل عندي defined عند values محدده, يعني معروف عند قيم محدده, وبالتالي خلاف هذه القيم از نوت ديفاين, يعني ملوش حاجه. تبقى هو اول ما يوصل عند القيمه دي خلاص, تبقى وده مفهوم الديسكريت. طب هل بعد ما عرف الراندوم فاريبل ده مطلوب ان عنده كل فاليو من الفاليوز دي الويت بتاعه قد ايه؟ يعني انه يطلع عند القيمه دي بقد ايه؟ هي دي البروبابيلتي اللي احنا بنحاول ان احنا نحسبها. احنا ببساطه كده عشان ما ناخدش وقت كتير في النقطه دي, احنا لو جينا كده ك random variable x بيعمل ايه؟ بيأساين لكل element موجود في السامبل سبيس ايا كان بقى لمين؟ للريال نمبر. طيب هنشوف الاول جزء اللي هو بيتكلم عن الديسكريت random variable. الديسكريت راندوم فاريبل احنا بنسميه ديسكريت لو كانت الفاليوز بتاعته بكل بساطه كده ايه يعني محدده بقيم, او يعني بتاخد او ديفايند عند قيم ايه محدده. طيب تعالوا ببساطه كده نشوف المفهوم بتاع الجزء ده. ببساطه كده ادي مجرد ان انا كونت random variable, علشان اتاكد دي اول نقطه بقى ان له probability distribution
في تو كونديشنز لازم يكون متحققين. اول واحد ان البي اوف اكس او البروبابيلتي عند كل اكس ديفايند عندي جريتر ذان ايكوال زيرو، طبعا ديت ايه فور اول اكس. تاني حاجه السمشن للبي اوف اكس اللي هي السم اوف اول بروبابيلتيز للاكس اللي عندي ايكوال كام؟ ايكوال 1. دي طبعا هنا في اند، يعني التو كونديشنز دول ريليتد مع بعض، ما ينفعش واحد يتحقق والتاني لا. تبقى دي نقطه مهمه جدا. طيب طبعا يعني الكونديشن الاولاني ده خلاص يعني ملوش حل، لازم يتحقق، ما اتحققش خلاص تبقى ديت ما كملش انا في الايه القصه دي. اما لو كان الكونديشن الاولاني متحقق والتاني غير متحقق، فانا ممكن ان انا احول الكونديشن التاني الى ان الصم ايكوال 1، وده هيبان من الاكزامبلز اللي احنا هنشوفها. طب عشان يعني نبص في الحاجه ديت ونحس بيها شويه، ازاي بعمل فورميوليشن لمين؟ للبروبابيلتي ديستريبيوشن. ده اكزامبل توضيحي بيبين احنا كنا بنعمل ايه. لو انا عندي اكسبيرمنت، وهناخد اكزامبل بسيط قوي قوي قوي، احنا يمكن كنا قلناه واحنا بنتكلم في البروبابيلتي. لو انت عندك كوين توست 3 تايمز، طيب احنا انترست بايه؟ بالنمبر اوف هيدز اوف كيوس، ايه هي عدد الهيدز اللي بتظهر. كنا بنعمل ايه قبل كده؟ كنا بنعمل سامبل سبيس ونبدا نشوف الكيسز اللي فيها الهيدز اللي بتظهر، وعلى حسب انا انترستد بقى ابدا اشوف الاكسبيرمنت شكلها ايه، وعلى حسب انا انترستد بايه واطلع البروبابيلتي. طب انا بشكل عام كده ممكن اكون حاجه اسمها probability distribution بشكل عام لهذه الاكسبيرمنت، بتصف هذه الاكسبيرمنت، ودي الميزه بقى الكويسه في الراندوم variable. يعني هل انا ممكن اعرف راندوم variable يعرف لي الحاجه ان انا انترستد بيها ديت بشكل عام؟ ايه؟ هفترض مثلا بشكل عام ان انا عندي اكس، اكس ده بيمثل ايه او ريبريزنت ليه؟ للنمبر اوف هيدز اوف كيو. طب احنا كده لما نيجي نبص كده، ده عشان نعرف بس الريليشن بين البروبابيلتي اللي انا كنت بعملها الاول ولما انا اكون راندوم فاريبل. لما نيجي نبص في الاكسبيرمنت ديت، احنا عرفنا كده الديفينيشن بتاع الراندوم فاريبل بيعمل ايه؟ اساين لكل اليمنت في السامبل سبيس الى ايه النمبر. طب انا انترستد هنا بايه؟ نمبر اوف هيدز. طيب لو رحت لكل اليمنت موجود في السامبل سبيس، النمبر اوف هيدز هنا كام؟ مثلا 3. طب هنا كام؟ 2. هنا كام؟ 2. هنا كام؟ 2. طب انا حولت كل اليمنت في السامبل سبيس وانا تركيزي كله على ايه؟ النمبر اوف هيدز في كل ايه اليمنت. طب انت الوقت لما تيجي مع الاكسبيرمنت دي، A coin tossed 3 times، يعني الطبيعي كده انت كل تركيزك على النمبر اوف هيدز. طب النمبر اوف هيدز اللي ممكن تحصل معاك بشكل عام، هي كل النتائج اللي ممكن تحصل عليها اللي هي موجوده في السامبل سبيس، بدل ما اقعد اقول كل حاجه اتش 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 كذا، لا ده انا عندي ايه؟ اما زيرو، ودي معناها ايه كمعنى؟ نو هيد. 1 معناها ان في اكزاكتلي 1 هيد، 2 معناها اكزاكتلي 2 هيد، 3 معناها اكزاكتلي ايه؟ 3 هيد. تبقى دي الحاجات اللي ممكن تحصل لهذه الاكسبيرمنت بشكل عام. الراندوم فاريبل بقى بيقول لي ايه؟ هنا في الحاله ديت انا ممكن اعرف راندوم فاريبل اكس، ودي الفاليوز بتاعته اللي هي المتاحه كلها 0 1 2 3، وهو دي فعلا الاليمنت اللي ظهرت عندي فين؟ موجوده قدامي في الاكسبيرمنت. ومن خلال الراندوم فاريبل ده انا ممكن اعرف البروبابيلتي لكل ايه؟ فاليو من الفاليوز بتاعت الراندوم فاليو. اهي عند الزيرو بكام؟ هي ظهرت الزيرو كم مره هنا؟ 1. 1 اوفر كام؟ من 8. ال 1 ظهرت كم مره؟ 3 تايمز، اهي 3 اوفر 8. ال 2 وهكذا. وال 3 كام؟ 3 عندي برضه 1 اوفر 8. يبقى ده الشكل العام بتاع مين؟ البروبابيلتي. هنا بقى دايما لما نيجي نكون الديستريبيوشن بهذا الشكل، ما اقدرش اقول عليه probability distribution الا اذا اتاكدت انه بيحقق عندي تو كونديشن. ايه هم التو كونديشن دول؟ اهي ده اللي احنا عارفينهم بقى. فور ديسكريت probability distribution هلاحظ ان دايما البي اوف اكس اللي انا مكونها دي اهي عند كل اكس موجود عندي greater than or equal 0، اند في نفس الوقت بقى يبقى كده احنا تاكدنا ان الكونديشنز اوف probability distribution ايه متحققه عندي دلوقتي، ان اللي ايه البي اوف اكس greater than or equal 0 اند summation p of x equal 1.
طبعا احنا متاكد من التو كونديشنز دول ليه؟ عشان اعرف كل الانفورميشن عن الراندوم فاريبل بتاعي اكس، تبقى لازم عرفت البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاعه مع التو كونديشنز دول. هنا في الجزء ده كده انا ممكن لو عايز اي معلومات عن الراندوم فاريبل اكس ممكن من خلال الديستريبيوشن بتاع الاكس ده. تبقى دي نقطة مهمة جدا، ان انت لازم يكون عندك probability distribution الاول علشان تبدأ تتكلم عنه. ما انا خلاص عرفت التوزيع بتاعه شكله ايه. طبعا ممكن هنا دلوقتي يسألك شوية اسئلة عن الـ random variable based على الـ probability distribution الموجود عندك ده. مثلا يقول لك ايه probability ان الـ x greater than 2. طبعا احنا لما نروح كده للـ distribution نفسه، ان x greater than 2 انا عارف قيم الـ x ايه، اللي هي زي ما احنا شايفينها كده اهي معروفه في الديستريبيوشن، اما 0 1 2 3. طب لما يقول لك اكس جريتر ذان 2، طب جريتر ذان 2 يعني كام؟ عند كام؟ من خلال الديستريبيوشن اللي قدامي مفيش قدامي اللي عندي 3. تبقى البروبابيلتي ان الاكس ايكوال 3 اللي هو كام؟ 1 اوفر 8. طبعا هنا ممكن طبعا يسال اسئله كتير جدا. اكس طبعا في الديسكريت الايكواليتي مهم جدا. يعني لو قال لك اكس جريتر ذان، مش جريتر ذان 2، جريتر ذان 2 عندي 3. طب جريتر ذان ايكوال 2 تبقى عندي 2 3. طب اكس جريتر ذان 1 ليس ذان 2، خلي بالكم بقى لا ال1 معايا ولا ال2 معايا، جريتر ذان 1 ليس ذان 2. هل في حاجه هنا؟ لا، تبقى ايكوال 0. طب اكس ليس ذان 1 تبقى عندي 0 بس، تبقى معنى اكس ايكوال 0. طبعا ال0 وال1 وال2 وال3 ده لهم معنى عندي. يعني زيرو دي معناها ايه؟ ان نو هيد، مفيش ولا هيد، طبعا بيزد على الاكسبيرمنت اللي موجوده معايا هنا. 1 يعني ايه؟ يعني في 1 هيد بس. ده بالبروبابيلتي قد ايه؟ بالشكل ده. فانا هنا في مجموعه يعني اسئله متعلقه بالجزء ده كده، انا ممكن طبعا بنفس المنطق ده كده اجاوب على الاسئله دي. فهي ادي طبعا هقولها بقى بشكل سريع جدا، ان الاكس اهي جريتر ذان ايكوال 1 اند ليس ذان 3، تبقى ليه معناها عندك اكس عند ال 1 بلس عند 2 بلس عند 3، لان انا ديفاين عندي فاليوز معدله. لو جمعت كل البروبابيلتي يطلع كام؟ 7 اوفر 8. طبعا احنا هنا لازم المنطق بتاعي يعني يكون انت حاسس بالقيم اللي بتطلع دي شويه. يعني لما افترض ان انت غلطت وحسبت وبتاع، طبعا البروبابيلتي فاليو زي ما احنا خدنا في الجزء بتاع البروبابيلتي ان دايما فاليو بتطلع من 0 ل 1. جريتر ذان ايكوال 0 ليس ذان ايه؟ ايكوال 1. فانت دايما بعد ما تحسب كده تحاول تشوف معنى الفاليو اللي طالع دي. يعني probability ان الراندوم فاريبل بتاعي ياخد القيم دي بنسبه قد ايه؟ انت تخيلها كده بقى، كام في الميه؟ طبعا احنا دايما بنقول الراندوم فاريبل ده احيانا بيكون بيصف حاجه مهمه جدا، وانا مهم قوي اشوف probabilities او النسب انها تروح في حتت معينه او اماكن معينه بنسب قد ايه. ليه؟ لان بناء على الحاجات دي انا في ديسيشن معين هاخده بناء على الفاليو دي. فاحنا دايما كده نحط في اعتبارنا كده القيمه اللي تطلع دي لازم اكون عارف او حاسس بالمعنى بتاعها. فدي عباره عن probability، يعني نسبه وجود الحاجه ديت في المكان ده قد ايه، وبالتالي الحاجه دي بشوف الاهميه بتاعتها ايه، وبناء عليها ممكن اخد ديسيشن معين. في الديسكريت زي ما احنا اتفقنا ان probabilities defined عند بوينت معينه، خلاف ذلك زيرو. فانت لما تيجي تتسال هنا كده ايه probability ان الاكس ايكوال 1.5؟ طب هو في حاجه اسمها 1.5؟ يعني مفيش حاجه، ده ال1 معناها 1 هيد، 2 معناها ان يظهر لي 2 هيد. طب 1.5 بكام؟ طب المنطق كده يساوي كام؟ زيرو، مش عايزه حسابات. طب ان الاكس جريتر ذان 1 ليس ذان 2 برضه زيرو، لانها عمرها ما هتحصل ما بين الاثنين دول. ليه؟ لان عندي الاكس ديفاين عند الفاليوز نفسها. طبعا ده يفرق لو كان في ايكواليتي هنا، يعني سواء لو في ايكواليتي في الاول هنا دي معناها ايه؟ عند ال1 بس. طب لو في ايكواليتي هنا بس تبقى عند ال2 بس. طب لو في ايكواليتي عند الاثنين تبقى عند الاكس ايكوال 1 بلس عند الاكس ايكوال 2، ونشوف الفاليوز بتاعتها هتساوي كام. اذا الشكل الرياضي او السؤال الرياضي ده مهم جدا ان انا اكون فاهم المعنى بتاعه. طيب احنا طبعا يعني ممكن بناء على الراندوم، انا ممكن اعرف مور ذان راندوم فاريبل بيزد على الاكسبيرمنت دي. يعني مثلا لو هو عايز يهتم مش بالنمبر اوف هيد، لا عايز ذا ديفرنس بتوين ذا نمبر اوف هيد اند نمبر اوف تيل. فانا هنا كده اروح على كل اليمنت في السامبل سبيس واشوف النمبر اوف هيد الديفرنس بينهم وبينه وبين النمبر اوف تيلز.
تبقى بعوض فاندم فاليبل الجديد بيعوض لي المعنى ده. فاحنا طبعا يعني ممكن اعوض في اكتر من سؤال في الجزء ده كده، مش لازم يكون هو النمبر اوف هيت، لا عايز الديفرنس بينهم، عايز الابسولوت ديفرنس. فكل ديت هيكون لي راندوم فاريبلز جديده وهيكون لها ديستريبيوشن جديد بيصف الراندوم فاريبل ده على حسب الشكل بتاعه. مجرد ان انا كونت البروبابيلتي ديستريبيوشن اقدر اتعامل معاه. بالمناسبه لما يكون عندي ديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن، هل ممكن اكون او اعمل الجراف بتاعه؟ هيكون عباره عن ايه؟ احنا زي ما اتفقنا من الديفينيشن بتاع الديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن انها ديفايند عند فاليو. فين الفاليوز ديت بالنسبه للاكسبيرمنت بتاعت اللي كانت معايا دلوقتي؟ هي 0 1 2 3 وديفايند باي ايه؟ لاينز زي ما انتم شايفين كده. كل لاين اهي ديفايند عند الفاليوز نفسها، بعد كده ايه؟ مش ظاهر اي حاجه ثانيه خلاف البوينت ديت اللي هي ديفايند عندها. وده طبعا لما تيجي انت تشوف الجراف بتاع الديسكريت يكون ايه؟ بهذا الشكل. طيب دي نقطة مهمة جدا. طيب طبعا احنا الكوميوليتيف ديستريبيوشن دي من الحاجات المهمة جدا، طالما ان انت عندك probability distribution، واحنا طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في discrete probability distribution. فانا ممكن اكون الكوميوليتيف، الكوميوليتيف اللي هي الدالة التجميعية. والدالة التجميعية ديت المنطق بتاعها ايه؟ طبعا الكوميوليتيف denoted by capital F of X زي ما انتم شايفين كده. ودي معناها ايه؟ probability ان الراندوم فاريبل بتاعي x للزانو ايكوال values محدده. سمول x ديت معناها ايه؟ values محدده. ايه مجموع probability بقى قبل كل values ديت؟ فهو دي اللي هي اسمها كوميوليتيف ديستريبيوشن. في حاله ديسكريت لها شكل خاص زي ما احنا شايفين كده. و لما انت تيجي تبص كده في probability اهي ان اكس ليس ذان زيرو ده بكام؟ بزيرو. طب اول ما توصل عند الزيرو اهي ايكوال زيرو يدينا البروبابيلتي عند الزيرو بس. هتظل ثابته زي ما هي لحد قبل ما نوصل لل1. اول ما نوصل عند ال1 الصم في البروبابيلتي كلها اللي قبل كده مين؟ اللي هي عند الزيرو وعند ال1. وهتظل ثابته 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 لحد قبل ما نوصل لكام؟ لل2. اول ما نوصل لل2 هتجمع عليها كمان البروبابيلتي عند كام؟ عند ال2، وتظل ثابته لحد كام؟ 3. اول ما توصل عند 3 توصل كام؟ التوتال بروبابيلتي كلها اللي هي كام؟ 1. ودي طبعا طريقه التمثيل بتاعها بيكون بهذا الشكل. طبعا دي اللي هي الكوميوليتيف بروبابيلتي ديستريبيوشن. واحيانا احنا يعني يكون السؤال يعني هل انا ممكن استفيد من الكوميوليتيف ان انا اعرف البروبابيلتي؟ طالما هو بيسال على حاجه للزان للزان اني فاليو، انا ممكن استخدم الكوميوليتيف علشان احصل على البروبابيلتيز المختلفه او اجاوب على اي سؤال متعلق بالبروبابيلتي. طبعا لو حظك كويس وانت بتسال على حاجه للزان فالكوميوليتيف بتطلعها لك دايركت على طول، تروح تشوف الفاليو اللي هو بيسال عليها دي فين. وطالما انها للزان، طالما انها للزان، مجرد ما شفت الفاليو اللي هو بيسال عنها بتنتمي لاي انترفال خد الفاليو اللي قصادها على طول. ليه؟ لان دي sum of probability هم مجمعها لك جاهزه، ما دي اسمها الكوميوليتي. طيب لو بيسالك على حاجه غير كده حاول توظفها بشكل للزان او ايكوال. ليه؟ علشان تقدر تستخدم الكوميوليتي. فهو احيانا يسالك شويه اسئله يقول لك يوزنج ذا كوميوليتي، يشوفك انت فاهم الكونسيبت بتاع الكوميوليتي ولا لا. فعلى سبيل المثال اهو مثلا ممكن يسالك سؤال هنا اكس للزان 2.1، فهتروح تشوف ال 2.1 واقع فين؟ في الانترفال دي. طالما انها في جوه الانترفال ديت او يعني في الجزء ده كده على طول القيمه اللي قصادها كام؟ 7 اوفر 8. طب لو قال لك between two values يعني مثلا between 0.5 ايه probability ان الاكس greater than 0.5 and less than 1.5؟ طبعا السؤال هنا يعني مش اكس للزان حاجه، لا ده عايز between two values للإكس. هنا لو انت بنفكر شوية لو هو بيسأل على حاجة between two values هل انا اقدر احولها الى للزان الاثنين ولا لا؟ فاحنا لو جينا فكرنا شوية كده الله ده للزان 1.5 للزان الكبير يعني بياخد كل الاليمنت للزان او كل البروبابيلتي للزان 1.5. طب انا عايز between 0.5 and 1.5، لو انا شلت منهم او حذفت منهم للزام 0.5
اللي هي الكوميوليتيف عند ليس ذان 0.5، الديفرنس بينهم ده هيدينا ايه؟ اللي هو بتوين 0.5 اند 1.5. فاحنا لو جينا بصينا كده، دي كانها الكوميوليتيف عند ال 1.5 ماينس الكوميوليتيف عند ايه؟ 0.5. كانها اف اكس ليس ذان او ايكوال 1.5 ماينس اكس ليس ذان 0.5، اللي هو ايه؟ ممكن نجيبها من الكوميوليتيف وتطلع لي فعلا البروبابيلتي دي ايكوال كام؟ 3 اوفر 8. طبعا بنفس المنطق ده، افترض هو جاي كده وسالك اكس جريتر ذان وليس للذان بقى. طبعا انا الكوميوليتيف احنا خلاص عرفنا انها معناها انها للذان. اذا لو بيسالك على حاجه جريتر ذان، الله طب جريتر ذان ديت هل انا ممكن احولها لحاجه للذان ويديني نفس المعنى؟ طبعا احنا دايما مجموع البروبابيلتي بيساوي كام؟ 1. فلما يقول لك ايه بروبابيلتي ان الاكس جريتر ذان 1.8، فده بالمنطق كده دي كانها 1 ماينس probability ان الاكس ليس ذان او ايكوال 1.8. طبعا دي الاول كده كحاجه statistical يعني كده كالprobability distribution. انا ممكن اعيد صياغه السؤال اللي هو بيساله ده بنفس المعنى، ان هو يكون ايه؟ 1 ماينس ليس ذان او ايكوال 1.8. وطالما دي تحولت الى ليس ذان او ايكوال، ده معناها ايه؟ ان انا ممكن من خلال الكوميوليتيف اقدر اجيب القيمه دي على طول. ليه؟ هروح ابص على 1.8 وقع فين واجيب الايه الفاليو اللي قصادها اللي هي كام؟ 4 اوفر 8 من الكوميوليتيف اللي احنا ايه شايفينها اهي. 1.8 فين؟ هنا جوه في الانترفال دي كده. طبعا لو جيت كده بصيت هي كام؟ 4 اوفر 8. طبعا اقول 1 ماينس 1 اوفر 8 يدينا كام؟ زي ما انتم شايفين كده 4 اوفر 8. تمام؟ وهكذا. طبعا الاسئله ممكن نسالها كتير. طب لو بيسالني في الكوميوليتيف ايه probability ان الاكس ايكوال 1.5؟ طبعا احنا الكونسيبت بتاع الكوميوليتيف برضه هو ديفاين دايما عند مين؟ عند الليمتس بتاعت الكلاس اهي. يعني انت المفروض لما يجي لك كوميوليتيف بالشكل ده وما تعرفش البروبابيلتي ديستريبيوشن الاصلي، تعرف ان الفاليوز بتاعت الاكس هي كام؟ 0 1 2 3. تبقى دي الفاليوز اللي هي المحدده اللي عندها الراندوم فاريبل بتاعي ديفايند عندها. اذا بالمنطق كده لو هو سالك عند اكس ايكوال اي فاليو ثانيه خلاف ذلك ايكوال 0 على طول، حتى من خلال الكوميوليتيف اللي هو جايبه لك. طالما بيسال عند بوينت وليس للزان، وليس للزان، تبقى ايكوال على طول ايه؟ 0. مش عايزه كلام. طب لما يجي يسالك عند بوينت مش موجوده هنا في الليمتس بتاعت الكلاسز ديت الانترفلز ديت، على طول ايكوال 0 طالما ايكوال. واضح الكلام ده ازاي؟ طب لو بيسالك على بوينت موجوده، وده السؤال اللي بعد كده اعتقد، يعني لو بيسالك عند الاكس ايكوال 2، عند اكس ايكوال 2 يعني عند عايز عند 2 بس، خلي بالك ما تجيش تقول ال1 اهوت، او عند الاكس ايكوال 1 يعني ال1 اهوت يعني بتساوي 4 اوفر 8، لا ده خطا. ده عند ال1 ديت ال1 اللي موجوده هنا دي كده معناها كل البروبابيلتيز للزان او ايكوال 1 تطلع كام؟ 4 اوفر 8. لا، لكن هنا هو عايز عند ايكوال 1، عند ايكوال 1 بس تساوي كام؟ دي معناها كل الاليمنت للزان او ايكوال 1 ماينس للزان او ايكوال البوينت اللي قبلها. ليه؟ عشان اجيب عند ال1 نفسها. طب انا عايز عند ال1 من الكوميوليتيف، يوزنج كوميوليتيف عند ال1 معناها ايه؟ ان كل البروبابيلتي ليس ذان 1. طب انا عايز عند ال1 بس، تبقى اقول الكوميوليتيف عند ال1 ماينس الكوميوليتيف عند مين؟ البوينت اللي قبلها اللي هي هنا يبقى كام؟ 0. فديت لو بيسالك عند ال1 المفروض ان انا احسب بهذا الشكل، وده فعلا في سؤال هنا بهذا الشكل اهو اهي، ايه بروبابيلتي ان الاكس ايكوال 1؟ فده على طول منطق كده عند ال1 نفسها هيساوي الكوميوليتيف عند ال1 ماينس الكوميوليتيف عند البوينت اللي قبلها اللي هي كام؟ 0. فيدينا كام؟ 4 اوفر 8 ماينس 1 اوفر 8 يدينا كام؟ 3 اوفر 8 زي ما انتم شايفين كده. تبقى دي من الحاجات المهمه او الحاجات الفنيه اللي انت ممكن ايه تتعامل معاها. طبعا بالمنطق كده طالما ان انت عندك probability distribution تبقى انت خلاص عرفت الراندوم فاريبل بتاعك، وايه زي ما بيقولوا كده الديستريبيوشن بتاعه، يعني كل الفاليوز والبروبابيلتيز المتعلقه بيه. انا عندي ده راندوم فاريبل،
دايما لما يكون عندنا probability distribution من الحاجات المهمه جدا ما هي حاجتين مهمين دايما بنهتم بيهم اللي هم ايه؟ الاكسبكتد فاليو اند الفاريانس. اكسبكتد فاليو ليه؟ الله مين الـ مين الفاليو التي تمثل هذا الراندوم فاريبل؟ مهم جدا ان احنا نعرفها. طب طالما ان انت عندك probability distribution لهذا الراندوم فاريبل، هل تقدر expected values اللي هو تتوقع انها equal كام؟ تبقى انت عايز محتاج لفاليو expected لهذا random variable، وده دايما بنحتاجها لما انت يكون عندك داتا عن حاجة معينة تتوقع الفاليوز كام. هتلاقي كده الداتا بتروح لاتجاه معين او values معينة بتتمركز حواليه اللي احنا بنسميها هنا بقى ايه؟ expected value. طبعا expected value we define في حالة discrete denoted by EX اللي انتم شايفينها دي كده، ودي equal كام expected value summation X P of X. ده في حالة discrete اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. وطبعا نحتاج دايما مع الـ expected value measure of dispersion اللي هو variance. variance denoted by V of X. طبعا variance طبعا ده measure of dispersion باسم الـ variation بتاع الـ random variable بتاعي. والـ expected value اللي هي الـ value اللي هي represented data اللي عندي. طبعا دي لازم اكون انا فاهم دلوقتي قبل ما احسب كده وانا بعمل الكلام ده ليه؟ هيفيدني في ايه؟ ها؟ طب انا محتاج للراندوم فاريبل ما هي الاكسبكتد فاليو، ودي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه الفاريانس عشان اشوف الفاريشن بتاع الايه الراندوم فاريبل بتاعي شكله عامل ازاي. طبعا ماثيماتيكال عشان نحسبه، طالما ان انت عندك البروبابيلتي ديستريبيوشن فانت بكل بساطه كده عندك اكس وعندك بي اوف اكس. فانا مهم جدا بالماثيماتيكال فورم الموجود قدامي كاكسبكتد فاليو انا محتاج سمشن اكس بي اوف اكس. ولو انا محتاج الفاريانس عشان احسبه برضه محتاج الاكسبكتد فاليو الاكس سكوير اللي هو هيساوي يعني كديفينيشن الاكسبكتد فاليو اكس سكوير بي اوف اكس. وطبعا دي كانها الاكسبكتد فاليو الاكس اللي هي سمشن اكس بي اوف اكس اول سكوير. تبقى دايما لاي probability distribution للديسكريت probability distribution احنا طبعا ممكن ناخد كاكزامبل اللي فات ده معانا اهي. لو انا عندي كان اكس وبي اوف اكس ومطلوب مني ان انا احسب الاكسبكتد فاليو، انا افضل ان انت تكون التيبل ده مباشره هيطلع لك الاكسبكتد فاليو والفاريانس مباشره. وهنلاقوا فيه العناصر ديت هي العناصر اللي انا محتاجها علشان اعوض فيه الرولز اللي موجوده عندي. فانت عندك اكس وعندك بي اوف اكس اهي. طيب بكون كولمز جديد اللي هو الاكس بي اوف اكس وكولوم الثاني اللي هو الاكس سكوير بي اوف اكس. طبعا بضرب ده بده يدينا الاكس بي اوف اكس اهي. بضرب ده في الكولوم الثالث ده يدينا كام اكس سكوير بي اوف اكس. السمشن ده هو سمشن اكس بي اوف اكس ده الديفينيشن بتاع الاكسبكتد فاليو اوف اكس. الثاني السمشن اكس سكوير بي اوف اكس اللي هو ايه الاكسبكتد فاليو فور اكس سكوير. طبعا الشكل ده بعد ما احسبه كده بيدينا ادي الاكسبكتد فاليو وانا جيت اللي هو على طول القيمه ديت اللي هي 12 اوفر 8 مباشره ل 3 اوفر 2. والفاريانس هو عباره عن الاكسبكتد فاليو فور اكس سكوير زي اللي احنا شايفينها ديت ماينس الاكسبكتد فاليو الاكس اللي احنا محسوبه برضه يطلع لي قيمه الاكسبكتد فاليو والفاريانس اللي هو ايكوال 3 اوفر 4. تبقى ديت بشكل ثابت بقى لو انت عندك اي ديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن تقدر ان انت تطبق الجزء ده وتحسبه بكل بساطه. من البروبرتيز المهمه جدا الاكسبكتد فاليو والفاريانس ودي بتساعدنا في حسابات كتيره جدا لو انت عندك الاكسبكتد فاليو لينير فانكشنز اللي هي الاي اكس بلس او ماينس بي ده ايكوال اي اكسبكتد فاليو اوف اكس بلس او ماينس بي ده الاكسبكتد فاليو. والفاريانس للاي اكس بلس او ماينس بي ده ايكوال اي سكوير الكونستانت يطلع بسكوير كده في الفاريانس اوف ايه بي بلس او ماينس زيرو. ليه؟ لان مفيش فاريشن للكونستانت. واضح؟ تبقى دي طبعا سهل قوي ان انا البروف للماثيماتيكال فورم اللي قدامي ديت سهل قوي البروف بتاعها. يعني انتم لو حد فيكم كده حاول ان هو يعني يشوف الديفينيشن بتاع الاكسبكتد فاليو ويجيب السمشن ويكمل لحد الاخر هيطلع معاه في النهايه ايه الجزء ده. ده طبعا بيسهل لنا في حسابات كتيره جدا زي ايه؟ تعالى كده بص معايا اهي. انا لو بيسالك سؤال بقى كده هات لي الاكسبكتد فاليو مش لاكس، لا 3x plus 5 في الحاله ديت ده ايكوال كام؟ 3 الاكسبكتد فاليو اوف اكس بلس كام؟ 5 بيزد على الرولز دي.
طبعا البديل بتاعها يا جماعه كنت هتعمل سمشن وتخش في متاهات كتيره جدا، هتاخد منك وقت كبير قوي، وفي نفس الوقت ممكن معرض ان انت ايه ماثيماتيكال يكون في اخطاء في الحسابات. لكن لول زيت على طول في ثانيه، انت طلعت الاكسبكتد فاليو الاكس على طول 3 في الاكسبكتد فاليو الاكس هي بلس 5، تطلع النتيجه في ثواني، ما تاخدش منك اي وقت، وضامن الاجابه تقريبا ما فيهاش اي اخطاء. كذلك الحال لو انا بسال على الفاريانس 3x بلس 5 ده على طول ايه 9 في الفاريانس اكس بيزد على الولز برضه اللي احنا خدناها، يدينا 9 والفاريانس ايكوال 3 اوفر ايه 4، يطلع الفاليوز بتاعتي بهذا الشكل، وهو ده الفاريانس بتاع الايه مش للاكس بقى، لا ل3x بلس ايه بلس 5. طبعا يعني تبقى ديت بشكل عام لاي ديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن انا ممكن اتعرف على الحاجه دي. طبعا اكزامبل تاني كحاجه كده شكل تاني، احنا البروبابيلتي ديستريبيوشن اللي احنا خدناه ده كان بيحقق الكونديشن بتاع البروبابيلتي ديستريبيوشن. فاحنا هنا هدي اكزامبل تاني اهوت، ده ممكن يعني يكون فيه شغل شويه ان انا يعني هل ده بروبابيلتي ديستريبيوشن ولا لا؟ فبدي لك بي اوف اكس ايكوال اكس بلس 2 اوفر 3، والاكس ايكوال ديفايند عند مين بقى؟ نيجاتيف 1 0 1. طب هل ده ديسكريت ولا كونتينوس؟ طبعا طالما الاكس ديفايند عند فاليوز محدده تبقى ده على طول ايه ديسكريت. فبيسالك اول سؤال هل ده probability distribution؟ تاني حاجه بيسال شويه اسئله للprobabilities للراندوم فاريبل اكس. خلي بالك بقى لو الاكس probability distribution بتكمل على طول الحاجات اللي تحت وتحسبها، ودي حاجات تقليديه جدا زي اللي احنا شفناها قبل كده، مش هيكون فيها جديد. اما لو كانت is not probability distribution في الحاله ديت لازم احولها الى probability distribution اولا. تبقى دي نقطه مهمه جدا. فاحنا لو جينا كده للاكس والبي اوف اكس، انا ممكن اكون تيبل ديفايند عند كل اكس من الاكسز الموجوده ديت كده واشوف البي اوف اكس شكلها عامل ازاي. طبعا دي نقطه مهمه قوي، يعني في الجزء ده الاول كده قبل ما ابتدي اي حاجه اهو ادي الاكس عند نيجاتيف 1، عوضت عند نيجاتيف 1 البي اوف اكس بتساوي كام؟ عوضت عن اكس نيجاتيف 1 يطلع 1 اوفر 3. طبعا 0 يدينا 2 اوفر 3، عند ال 1 3 اوفر 3. هل دي بتحقق الكونديشن بتاع الديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن ولا لا؟ البي اوف اكس ايوه جريتر ذان ايكوال 0. طب هل السمشن بتاع ده ايكوال 1؟ لو جينا سمعنا السمشن هيطلع كام؟ 2. نوت ايكوال 1. في الحاله ديت بنقول ايه؟ تبقى انا عند الاكس ده از نوت probability distribution، ملوش probability distribution. ليه؟ لان يعني السمشن بتاع البي اوف اكس ها نوت ايكوال 1. هنا لازم نحول الديستريبيوشن بتاعي ده الى ايه؟ probability distribution. ان انا multiply اهي سي في السمشن بي اوف اكس المفروض يطلع كام؟ 1. السمشن بي اوف اكس احنا حسبناه فعلا طلع كام؟ 2. يعني سي في 2 ايكوال كام؟ 1، ومنها سي ايكوال كام؟ 1 اوفر 2. طيب في الحاله ديت انا اقدر احول بقى هضرب كل البي اوف اكس بتاعتي في كام؟ في 1 اوفر 2 اهو. وبالتالي عند اكس اما نيجاتيف 1 طلعت هتضرب بقى البي اوف اكس اللي هي 1 اوفر 3 في كام؟ 1 اوفر 2 يطلع 1 اوفر 6، واضرب ديت برضه يطلع 2 اوفر 6. طبعا مخليها كلها حاجه على 6 عشان ايه؟ تبقى سهل السبمشن بتاعي ما ياخدش مني مجهود عشان اتاكد ان هو فعلا probability distribution. طبعا لو جينا جمعنا السبمشن بقى في الحاله دي طلع كام؟ 1. بعد ما اتاكدت ان ده probability distribution هو ده اللي انت تبدا تكمل عليه الحل. يعني اوعى تغلط وترجع للاصل تاني وتبدا تكمل probability، لا تبقى انت دلوقتي هتبدا تحسب probability هنا بشكل ايه بسيط وسهل. اول حاجه بيسالك ايه probability الـ x greater than 0؟ على طول هي عند الـ x 1 بتساوي ده زي السؤال بقى اللي قبل كده، مش هيكون فيه اي مشكله. x greater than negative 1 less than 0 0، x greater than or equal 0 less than or equal 3. ركز معايا بقى كده، يعني تبقى دي عند ال 0، بص على القيم الاكس اهي عند ال 0 وعند ال 1 ومفيش بعد كده حاجه ثانيه. تبقى هو مهما يسالك شوف الاكس عندك ديفايند عند كام وتبدا تحسب البروبابيلتي بهذا الشكل. طبعا طالما عندك بيسالك على الاكسبكتد فاليو، بيسالك على الفاريانس، ودي سهله قوي ان انا احسب اكس وادي البي اوف اكس واكس بي اوف اكس زي اللي احنا شفناه قبل كده. واقدر طبعا هنا بيسالك مباشره عن مين؟ الاكسبكتد فاليو لمين؟ اهي كان بيسالك في السؤال نفسه الاصل، يعني بيقول لك ايه probability ان ال مش عايز عايز الاكسبكتد فاليو كام؟ ل 3x اي 3x نيجاتيف 2
والفاريانس بتاع سي اكس نيجاتيف 2. طبعا انا بيزد على الرولز اللي عندي لازم اكون عندي الاول او احسب الاول الاكسبكتد فاليو الاكس والفاريانس اوف اكس عشان استخدم التو بروبوزز اللي احنا قلناهم في الاول. فهنا اهي بعد ما اكون الحاجه دي كده بجيب الاكس والبي اوف اكس وطلعت الاكسبكتد فاليو وجبت الاكسبكتد فاليو الاكس سكوير منها حسب الاكسبكتد فاليو والفاريانس اهو. طبعا هنا سهل قوي ان انا احسب الاكسبكتد فاليو 3x ماينس 2 وهتساوي القيمه ديت هطلع القيمه بتاعتها طبعا تطلع زي ما تطلع. ليه؟ لانه بيحسب الاكسبكتد فاليو 3x نيجاتيف 2 والفاريانس هنا يدينا 9 في الفاريانس اوف اكس وانا عندي الفاريانس اوف اكس حسبته يطلع كام؟ ايكوال 5. كده طبعا بالشكل اللي احنا شفناه ده كده يعني انتهينا من الجزء. لو انت عندك ديسكريت راندوم فاريبل ازاي بكون البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاعه وبعض البروبابيلتيز اللي هي متعلقه بيه اكسبكتد فاليو فاريانس بالشكل ده. طبعا يعني ارجو ان يكون الامور دي واضحه او اي حاجه متعلقه بيها طبعا تكون بهذا الشكل او الاسئله المتعلقه بيها بتكون واخده الشكل البسيط والسهل ده. طب احنا خلاص عرفنا الشكل العام بتاع الديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن والخصائص المتعلقه بيه. ان شاء الله في المحاضره اللي جايه هنتكلم عن كونتينوس بروبابيلتي ديستريبيوشنز وبعض الديستريبيوشنز المتعلقه او البروبابيلتيز المتعلقه بيها وهنشوف ايه الفرق بينها وبين الديسكريت ان شاء الله. شكرا جزيلا.